ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا نشتغل مع بعضينا حل الدرس التاني لماده الفيزياء الصف الثاني الثانوي. معايا طالب كرولوس عصام. اهلا وسهلا بيك يا كيرو. أهلا وسهلا. اهلا بيك. هنبدا نحل الحركه الموجيه. هما عباره عن كام سؤال يا كيرو؟ 15 15 سؤال. نبدا الامتحان. نبدا. نبدأ. اقرا اول سؤال يا كيرو، اتفضل. إذا كانت سرعة انتشار الأمواج في المية 1.5 متر لكل ثانية، والزمن اللي تستغرقه 30 موجة لتمر بنقطة معينة قدرها واحد ثانية، فإن عدد الموجات المتكونة في المسافة قدرها تمام 60 متر تساوي. تمام يبقى احنا هنا نحاول نفكر في السؤال. حاول تفكر كده يا كيرو عشان نطلع المعطيات. هي سرعة الأمواج، أمواج المية كام؟ 1.5 إيه؟ 1.5 متر كل سنة. تمام، دي سرعة الأمواج. طب والزمن أليس تستغرقه 30 موجة لتمر بنقطة معينة؟ واحد واحد ثانية واحد ثانية، يعني إيه 30 موجة في الثانية؟ يعني ايه؟ يعني تتردد ولا زمن دوري؟ نيو يعني تردد، بسبب عدد الموجات على مين؟ على الزمن. هو الزمن عاطيلي بالسنة. هنا 30، ده عدد ولا زمن؟ لا، ده عدد الموجات. تمام، والزمن كان كام ثانية؟ واحد. يبقى معنى 30 موجة خلال 1 ثانية دي معناها 30 هرتز. اوكي، اوكي. طب هو عطيني سرعة أمواج المية، الفيلوسيتي بتاعتها، السرعة بكام؟ بواحد ونص متر على ونص. الثانية. هسألك سؤال، إيه اللي يربط بين السرعة والتردد؟ قانون بنسميه قانون انتشار الموجات أو القانون العام. القانون العام لانتشار إيه؟ الموجات. هل حضرتك فاكر السرعة بتاعت الموجات أو سرعة الموجة بتساوي مين في نيو؟ مين في مين؟ أنا هحط مين؟ لامدا. يعني إيه ايه لامدا؟ نحط لامدا، لامدا لمدة في نيو، يعني إيه لامدا؟ اللي هي المجموع المسافة كلها طول عدد الموجات الموجة. أو المجموع. ماشي، نمشي خطوة خطوة. طول الموجة أو طول موجي. صعبة؟ ماشي. تقدر تجيب لي طول الموجة؟ من طول الموجة بيساوي مين؟ مين على مين؟ إيه؟ طول الموجة اللي هو طول الموجة. المسافة اللي هي 60 متر. لا يا كيرو، أنا لسه ماشي معاك أمال إيه؟ خطوة خطوة. حضرتك أنا بقول في بيساوي لامتا في نيو، أنا محتاج منك الطول الموجي. اللي هو لمدة اللي هو لامدا بيساوي إيه؟ مين على مين؟ المسافة الكلية على عدد الموجات. يا كيرو انت قانون قدامك، قانون قدامك كده اهو. بتساوي في على نيو، في على نيو. حلو، بس خلاص انا كتبت لك قانون، انا بديك القانون وبحل معاك، مش عايزك اتلخبطت. تبعد عن القانون اللي انا كاتبه بقى معاك. طب يلا تقدر تعوض. السرعة بكام يا هادي؟ ايه السرعة بكام؟ السرعة؟ 1.5. طب والتردد؟ تردد ما هي جاي جبناها معطى جبناها 30 30، هرتز. اقسم بالآلة. يلا ماشي. أنا بعمل بالآلة، هنشوف مين أسرع أنا ولا أنت. يلا بسرعة. 1.5 على 30. فيها 1/20 صح؟ اعملها تطلع اس دي بخمسة من مية. 5%. تطلع 5 من 100. 5% ايه؟ ثانية ولا متر؟ متر طول كسر. الموجي متر. يبقى بالمتر. متر. تمام، هنبدأ بقى نقرأ السطر ده. فإن عدد الموجات المتكونة خلال 60 متر، يبقى أنا هنا عطيلي 60 متر مسافة كلية اكس، وهنا
عدد معين عايزينه، احنا ما نعرفش كام، ايه اللي يربط بين الاكس المسافة الكلية وبين الطول الموجي؟ ان عندي قانون بيقول اكس قانون يساوي اكس ان، بيساوي ان في لامدا. ده اللي انت قاعد تقوله من اول الحصة. تمام، برافو عليك. المسافة الكلية هي عدد الموجات في طول طول الموجة الموجة الواحدة. تمام، طب انا لو عايز عدد موجات، يعني انا ممكن احطه في مثلث في دايرة زي كده واكتب اكس بيساوي ان في لامدا. يلا هات لي ان يساوي مين على ان مين؟ تبقى اكس اكس على لامدا اكس يعني ايه اكس؟ مسافة كلية اللي هي المسافة الكلية. على لامدا. يلا عوض يا كيرو. طيب المسافة 60 على كام؟ 60، 60 على كام؟ 60 على لامدا تطلع ب، لامدا بكام؟ احنا لسه جايبينها دلوقتي بكام؟ خمسة؟ بخمسة، بخمسة من مية. يلا اقسم، اكتب 60 على الانسر في الآلة، تطلع ب 1200. تطلع 1200. برافو، 1200 موجة. تمام؟ اوكي يا كيرو، تمام. خد سكرين، كل الناس اللي تسمع الفيديو ده تاخد سكرين من الإجابة عشان بعد كده تراجع الامتحان ده. طيب، تمام. خدت سكرين؟ طيب نشوف بقى، نكتب 1200، ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا كيرو، اتفضل. يا سؤال، إذا كانت المسافة بين نقطتين متتاليين متفقتين في الطول لموجة تساوي 50 سنتيمتر، فإن الطول الموجي لهذه الموجة يساوي نقط المسافة. لا دي مش عارف أحلها. بيقول لك إذا كان المسافة بين نقطتين متتاليتين متفقتين في الطول لموجة، هو ما حددش نوع الموجة، بس لأي موجة؟ تمام. ناخد مثلا مثال الموجة المستعرضة، ناخد مثال الموجة المستعرضة بتتكون من إيه يا كيرو؟ هل تعرف تفتكر؟ الموجة المستعرضة آه قمة وقاع ولا تضغط وتخلخل؟ الموجة المستعرضة كم وقاع؟ برافو عليك، تأتي أول موجة، إيه رأيك في الرسمة دي؟ تمام. نرسم رسمة تاني، نعمل موجة تاني أهو، نكمل عليه. تمام؟ تمام. كفاية كده ولا نعمل واحدة تالتة؟ وقال نقطتين. لا أنا بسألك، نعمل موجة تالتة؟ حاضر، أها موجة تالتة. دي اسمها قمة صح؟ قمة صح. أولى، طب ودي اسمها إيه؟ قمة قمة تانية. تانية، تمام، ودي قمة إيه؟ تالتة. تالت. أنا هسأل سؤال، النقطة دي اللي هنا القمة دي مش هنا، هو دي نازلة لتحت هتبقى؟ طيب هل هنا دي نازلة تحت ولا مش نازلة تحت؟ نزلة تمشي. يبقى الاتنين دول النقطة واحد والنقطة اتنين دي نقطتين متفقتين في الطور. الطور معناها فيس، وفيس معناها مرحلة، يبقى متفقتين في الطور يبقى معناهم ان تبقى قمتين او قاعين تمام. متتاليين، المسافة بينهم اسمهم ايه يا كيرو؟ المسافة ايه بينهم اسمهم ايه؟ بين طول النقطة الموجة؟ واحد لا طول الموجي. الله ينور عليك. يبقى هنا لما بيجي لو قريت السؤال، إذا كانت المسافة بين نقطتين متتاليتين متفقتين في الطول لموجة، ممكن أشيلها وأكتب كلمتين بالظبط، طول الموجة اللامدا الطول الموجي كام يا كيرو؟ 50. 50. يبقى هنا ها لامدا تساوي 50. 50 ايه مكتوب هنا؟ ايه سنتي خمسين سنتيمتر. سنتيمتر. طب ايه رأيك عايز احولها يبقى للمتر؟ نقسم على انا 100 هنقسم على ولا نقسم على 10؟ لا انا 100. 50 على 100. الله ينور عليك، تصير صفر مع صفر يتفطر 5 على 10. 5 من 10 هتطلع يعني الإجابة نص متر. تطلع جيم.
تطلع الإجابة جيم قولا واحدا. تمام يا كيرو، برافو، خدها سكرين بارد. تمام شاطر، تمام خدت سكرين، اه كل الناس تاخد سكرين. اللي بعده كيرو، برافو. السؤال اللي بعده كيرو، ينتشر الصوت في الهواء على هيئة موجات، ارى اختيارات حضرتك. بينتشر على موجات طولية. اقرا الاختيارات مش الإجابة، الإجابة طولية، هي إجابة ماشي. طولية. تمام، ليه طيب يا كيرو؟ هل تعرف؟ لا أنا أحفظها. حافظها، مش مشكلة، بس يلا نفهمها مع بعض. الموجة الطولية تتكون من تضغطات وتخلخلات، موجة الصوت برضه تنتشر على هيئة تضغطات وتخلخلات، تمام يعني الصوت بينتشر لو أنا واقف كده أهو وبدأت أتكلم، فالصوت بتاعي هيتحرك كده أهو إن قلت دايركشن في كل الاتجاهات، بس بيبقى عبارة عن كرات من التضغطات والتخلخلات. طب إحنا لو رسمناها مستر وجيه أهو وكيرو أهو، أنا هتكلم عشان يوصل لودان كيرلس، هيبدأ هنا تضاغط، الصوت يعمل تضاغط، أيوه تخلخل، تضاغط تخلخل وهكذا. تمام، يبقى الصوت موجة طولية. ليه؟ لأنه يتكون من تضاغطات وتخلخلات. طب جزيئات الوسط بتنتشر يسارا ويمينا، خط الانتشار بتاع الموجة نحو اليمين. تمام، يبقى تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه، تبقى أفقي كده في نفس اتجاه انتشار الموجة. تمام يا كيرو، نشوف تمام السؤال اللي بعده. يا رأيك كيرو، اتفضل. الموجة التي أمامك أيوة، النقاط التي نفس لها نفس الطول هي هي إيه؟ ليها نفس الطور، يعني لها نفس طول الموجة وسرعة الموجة كده يعني اه لا هو ليها نفس الطول. يعني ايه كيرو؟ يعني يبقى ليهم نفس الدايركشن، نفس الاتجاه. فانت لو ركزت معايا في الاختيارات A B C، اتي A و B و C، سي طب A هتبقى طالعة لفوق، B هتبقى نازلة تحت، C هتبقى طالعة لفوق، ف A B C مش نافعة. هتبقى سوري لو خدنا A و B، A طالعة لفوق، B نزل تحت، سي طلع لفوق، طلع فوق دي نزل تحت، فأنا محتاج حاجات تبقى بالظبط. طب ايه بي؟ لا مش هتنفع. طب بي سي، تعال نشوف بي سي، هات البي وهات السي، ينفع؟ لا متنفعش، لا يبقى دي غلط برضو، ما هي تنفع. تمام كده، تمام يبقى دي نقول عليها غلط، هي تبقى بي ودي عشان بس هي تحت الاثنين يبقى بي ودي. تعال نشوف الإجابة بي ودي، نمسح دي خالص. أنت بتقول بي ودي، أدي بي وأدي دي، أيوة كده تمام، هي دي الصح، هي أنت فهمت ناكر. أوكي نشوف اللي بعته يا كيرو. إذا كان الزمن الذي يمضي بين مرور القمة الأولى والقمة العاشرة بنقطة في مسار الحركة الموجية هي 2 من 10 ثانية، فإن يا تردد مستر المصدر، ما غيرش السلايد ما غيرش السلايد ما غيرتش. أوكي كده، غير ولا لسه؟ بس طيب يا كيرو استنى ثواني يا فندم، نعمل شير تاني. ماشي كيرو كده وصلت ولا لسه؟ لا لسه كده برضه لسه ثواني يا كيرو، انا لسه ما عملتش. ثواني كده، اوكي. ترجمة
ايه ده تابع كيرو؟ برضه في حاجة بسيطة عايزين هنا نظبطها، احنا هنا أنا المفروض ممكن أشغلها على اللاب لا عادي. لا لا يا ابني افهمني، انا بعمل حاجة معينة كده، سيبني انا اظبط الدنيا، اشوف لما اعمل ابديت للزوم عايز اشوف الدنيا ماشية كيف. بس كده ايه اللي باين قدامك يا كيرو؟ يا مستر، ايه الصورة اللي باينة قدامك؟ الصورة اللي هي بتاعة الموجة التي أمامك الساحلين. كده حاجة وصلت ولا لسه؟ برضه لسه كده؟ زي ما هي ولا حاجة. لا تبقى انت العيب عندك انت كيلو مش انت. طب اطلع ادخل تاني. لا 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 تدخلش وتطلع تاني، هو النت حالا يظبط معاك. نعم بعمل شير للشاشة كاملة. هو خلاص عاد انا هشتغل بيه على اللابتوب، كده كده مفتوح قدامي وشغال طيب قدامك ايه دلوقت؟ إيه زي ما هي. بس هو خلاص اللاب شغال والامتحان بقى قدامي. دلوقتي مكتوب إذا كان الزمن الذي يمضي بين مرور القمة الأولى والقمة العاشرة بنقطة في مسار، لا ما غيرش. كده يا كيرو برضه ولا حاجة. شفت الدنيا عندك ماشية كيف يا كيرو؟ طيب افتح الامتحان نفسه على الموبايل أنا أو مشغله على اللابتوب. على اللابتوب، اقرأ سؤال. طيب هو السؤال الرابع تقريبا خامس. الخامس، اقرأ كده شغل على إذا اللاب. كان الزمن، ما أنا اتفضل مشغله. اتفضل كده. إذا كان الزمن الذي يمضي بين القمة الأولى والقمة العاشرة بنقطة في مسار الحركة الموجية هو 2/10 ثانية، فإن التردد المصدر خلي بالك ان هنا هو كيرو ان انا عندي فيه مصدر للموجة فبيعمل قمة موقعين، هنا قال لي قمة اولى وقمة عشرة، عدد الموجات بنطرح القمة العاشرة ناقص القمة الاولى يتيني 9 موجات، يبقى لما يجي سؤال زي كده بمنتهى البساطة هقول قمة عشرة ناقص قمة ايه؟ قمة اولى، يبقى كام موجة؟ 9 صح؟ اوكي طيب عندي 9 موجات، يبقى هنا العدد ال n، يبقى ال n بيساوي 9 موجات، 9 موجة، التسعة موجة بيقول لي ان الزمن بتاع 9 موجات هو 2/10، الزمن ده مبتدأ في اول الكلام، الخبر بتاعنا هو 2/10، يبقى ده تايم كلي، زمن ايه؟ كلي باتنين من كله عشرة ثانية. يبقى تبقى ب 45 هرتز. هنبدأ نقول ايه التردد يساوي عدد الموجات على الزمن على بالثواني. زمن الدوري، الزمن بالثواني، طب ال وعدد n الموجات كام؟ هنا ال n بتسعة 9/2. على 2/10، طلعت عندك يبقى كام يا تطلع كيرو؟ ب 45. تطلع ب 45. تطلع بخمسة، يبقى الإجابة 45 قولا واحدا. تمام يا كيرو، تمام. نشوف السؤال اللي بعده.
الثاني اللي بعته كيلو تقرا تقرا كده وصل على فكرة على الموبايل. أي الأشكال الآتية يعبر عن موجة طولية تنتشر في وسط ما؟ أكيرو. ايوه ايه السؤال؟ اجابتك ايه من رأيك؟ اي اشكال تمثل الموجة الطولية؟ مستر، وانا طلعت ودخلت ساعة راح ظبط. تمام يا كيرو، انا ظبطته من عندي برضه مش من عندك انت. كمل. اي الاشكال الاتية يعبر عن الموجة الطولية؟ الموجة الطولية قلنا اتجاه انتشار الموجة، طبعا اتجاه انتشار الموجة، اتجاه انتشار جزيئات الوسط لازم تكون في نفس، فأنت هتختار إيه؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ طالما هي في نفسي بال يبقى الإجابة ألف قولا واحدا. تمام، برافو، إكسلنت. ماشي، نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده مهم جدا، من الحاجات اللي ممكن أستفيد بيها السنة الجاية كمان. الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة العلاقة بين بين الساحة الإزاحة الرئيسية الرأسية، إزاحة رأسية أهي على محور اللي هي دي، والمسافة الأفقية. المسافة الأفقية دي اللي بجيب منها الطول الموجي، تمام؟ تمام. أما الإزاحة الرأسية تبقى بجيب منها القمة. القمة وصلت أمبليتيود، الأمبليتيود اللي هي ساعة إيه؟ ساعة الموجة، تمام. بس هو بيقول لي إذا كان تردد هذه الموجة 60 80 هرتز، تكون سرعة انتشارها كام؟ إيه القانون بتاع سرعة الانتشار؟ سرعة انتشار الموجات؟ برافو، أنا سامعك بتقول أيوه، اللي هو القانون العام لانتشار الموجات، إن شاء الله اللي بيربط بين السرعة وبين الطول الموجي وبين إيه؟ تردد. تردد آه، القانون ده V بيساوي لامدا في نيو، لندا نيو السرعة متر على الثانية، التردد بالهيرتز، رمزها اتش زد، طول موجي بالمتر. يبقى الفلوستي أو السرعة تساوي لامدا مضروبة في إيه؟ في الفريكوانسي، فريكوانسي يعني تردد. تمام، ماذا تقول؟ أنت عايز السرعة صح؟ صح. عايزين السرعة؟ عندي تردد ماذا؟ بكام؟ 80 80. يبقى انا محتاج مين؟ اجيب اللامدا، اجيبها من ايه؟ لندن من محور السينات. محور. طيب ركز معايا، تمام. هجيبها من محور السينات اللي هو المحور يعني الافقي ده، هي المسافة الكلية هتبقى 10 صح؟ تمام. انت هتشتغل على المسافة الكلية، تمام. هنا مسافة تمام اكس، المسافة اكس بيساوي ان لامدا، اكس يساوي ان ايه؟ لامدا، لندن القانون يقول كده. طيب يبقى انا لو عايز اللامدا يبقى هقسم المسافة الكلية على عدد الموجات. العدد موجات، يبقى احنا جبنا مسافة كلية ب 10، فدلوقتي محتاجين عدد الاكس الموجات ب 10، عدد الموجات كام؟ بص يا كيرو، لو بدأت من هنا يبقى تي موجة صح؟ ودي هي الحتة الأولانية دي بكام؟ موجة وربع. الله ينور عليك، 1.25. اعملها يبقى بالآلة، 10 على 1 تطلع بالعنصر 8. طلعت بتمن 8 سنتيمتر ولا متر؟ لا سنتيمتر، عشان مدينا على المحور هو آه، سنتيمتر. هنا مكتوب سنتيمتر، برافو. لا ممتاز يا كيرفو، أيوه هو ده الشغل، برافو. تمام. طب يلا واحنا دلوقتي اقسم على عندنا 100 ال كيلو، كيلو اقسم على 100 ايه؟ حولها للمتر، ايوه
8 أقسمها على 100 يبقى تطلع تطلع ب 8 8 من مية 100 من المتر، تمام يا كيلو. حلو خالص. دلوقتي احنا عندنا نرجع ل اللامدا اه وعندنا اليوم يبقى هنضرب النيو، اللامدا في يبقى النيو الفيلوسيتي بتساوي اللامدا بكام؟ اللامدا 8 من 100، في 8 من 100 متر والنيو في 80 التردد يبقى هتطلع احسب ب 6.4 متر كل ثانية 6.4 يبقى الإجابة متر جيم لكل ثانية، يبقى الإجابة جيم جيم قولا واحدا. تمام اوكي يا كيرو، ممتاز اكسلنت، تمام يا كيرو، برافو عليك. يبقى احنا هنا اهو، معايا كيرو؟ معاك أوسع تمام يا كيرو، نحاول نحل أسرع عشان تمام وقت الميتنج بيبقى الساعة الأربع تقريبا يا كيرو، ده اللي أنا عايز أتأكد منه، فاهمني؟ ساعة الأربع لا ساعة تلت طيب يلا كمان، طب يلا بينا، هو فاضل على 10 دقايق، هنخلص 15 سؤال. يلا اللي بعد، وقفت فتاة على شاطئ البحر لمشاهدة الأمواج، لاحظت أن كل ثانيتين يصطدم بالشاطئ 4 موجات وكل موجة طولها نص متر، فإن سرعتها عفوا. يلا كيرو، القانون احنا طيب هو عارفينه، سرعة الموجة تساوي ايه؟ دي مسألة عادية خالص الأيون بتساوي عدد الموجات على الزمن بالثانية وهو هنا مديني ثواني ومديني طول الموجة يبقى هنقسم الأربعة على الثانيتين، صح؟ يبقى نيو صح هي عبارة عن عدد الموجات على التايم، يبقى 4 موجات على ثانيتين تطلع 2 هرتز. الطريقة اللي أنا عايز أكتب بيها قانون يتكتب يا كيرو، خلي بالك وحدة القياس تتكتب، تمام يا كيرو. هو عطيني كل موجة نص متر، لامدا انت بنص متر، تمام. نكتب تمام القانون، في بيساوي لامدا في نيو، اضرب 2 في يبقى نص، نضرب نص نص في 2 تطلع بواحد. السرعة هنا هتطلع بكام؟ واحد بواحد متر متر على كل الثانية، سنة يبقى الإجابة هتطلع ده دال. برافو يا كيرو، ندوس دال. ويلا نشوف السؤال اللي بعده، اتفضل يا كيرو. إذا قل تردد الموجة في وسط ما للنصف، فإن تردد بص يا كيرو، لاحظ اللي هقوله لك، لما يقول لي وسط ما يعني نفس الوسط، سرعة الموجة في نفس الوسط ثابتة، ده حاجة جديدة يمكن أنا مش شرحتهاش الحصة اللي فاتت. لما يقول لي في وسط ما، يبقى السرعة ثابتة، تمام. أكتب القانون، في تمام بيساوي لامدا في نيو، ده ثابت، كونست، كونست يعني ثابت. اعرف تمام تماما ان الحاجتين المضروبين في طرف بيساوي الناحية التانية ثابت، يبقى العلاقة عكسية. العلاقة ايه يا كيرو؟ طيب عكسية. عكسها يبقى التردد لو التردد قل بيقل يبقى طول طول الموجة الموج بيزيد يزيد، طب التردد قل للنص طول الموج يزيد يبقى ليه؟ طول الموجة هيزداد للضعف تمام، يبقى الإجابة ألف طولها الموج يزداد للضعف. اوكي تمام، انما حتة سرعتها لا، قال لي موجة في وسط ما سرعة ثابتة، سرعة ثابتة، ما نساش سرعة ثابتة، اللي يلعب في السرعة لا ما ينفعش. اوكي يبقى كده الإجابة قولا واحدا هتطلع ايه؟ ألف ألف. اوكي السؤال اللي بعده عشان معانا 6 دقايق، يلا بينا نشوف السؤال الجميل اللي فيه رسم بياني. هنا ها بيقول الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين سرعة موجتين مختلفتين A و B وطول الموج لهما عند انتشارهما في أوساط مختلفة، فيكون في أوساط إيه؟ مختلفة، مختلف عشان كده السرعة مختلفة، السرعة هنا بتتغير، شايف هنا المحور بيتغير سواء كان الموجة الأولانية أو الموجة الثانية. بس أنا هنا ها بيقول لي إيه؟ إيه وطول الموج لهما عند انتشارهما في وسطين. ركز معايا يا كيرو في اللي انا هقوله،
احنا لو قسمنا محور الصادات على محور السينات يأتينا الميل، صح؟ صح. الصادات، فرق الصادات على فرق السينات يدي الميل. اوكي طيب تمام. تمام يا بطل. يبقى انا لما اقسم الفي، لما اقسم الفي على اللامدا هيديني النيو، نيو ده بسميه السلوب. اوكي يعني ايه السلوب؟ الميل الميل، ميل والزاوية الصغيرة ميل الخط بتاعها بيبقى صغير، والزاوية الكبيرة الميل كبير. بتاعها كبير، فيبقى المفروض الميو بتاعت الايه، النيو بتاعت الايه اكبر من النيو بتاعت البي، صح ولا لا؟ انا كده بقراها انجليزي، ان تردد الموجة ايه اكبر من تردد الموجة بي. ممكن واحد يقراها تردد الموجة بي اصغر من تردد الموجة التردد الموجة ايه؟ ايه. اختار بقى يا كيرو، التردد الموجة يبقى تختار مين دلوقتي بسرعة؟ الألف ألف هتبقى ألف ألف قولا واحدا. شكرا. يبقى أنا جبت الميل من القانون اللي هو بي بيساوي لامدا في النيو يا كيرو، فلما قسمت الصادات على السينات لقيني لقيت التردد في وشي، التردد اللي هو نيو، تمام؟ وبعد كده بصيت على الزاوية، الزاوية دي والزاوية الأكبر، الميل ليه؟ الميل السلوب بيساوي تاني الزاوية، تاني الزاوية اللي بيصنعها الخط مع مين؟ مع محور السينات. الزاوية كل ما بتكبر كل ما التاني بتاعتها كلها بتكبر، كل ما السلوب بيكبر، وبكتبها في الملحوظات بتاعتك. السؤال اللي بعده يا كيرو، يلا بينا يلا بينا تمام. يلا يا كيرو، فاضل 4 دقايق او 3 دقايق ونص، يلا سؤال اتفضل. عند تحريك طرف ملف زنبرك طويل ليصنع موجة مستعرضة طولها الموجة 30 سم وزمنها الدوري 1/10 ثانية، ثم تحريكه ليصنع موجة طولية زمنها الدوري 2/10 ثانية ولها نفس سرعة الموجة المستعرضة، فإن الطول الموجي للموجة الطولية هو بص يا نقطة. كيرو، سؤال زي ده هو بيقول لك ان في موجة طولية وفي موجة مستعرضة، تمام؟ تمام. وجه عطالك معطيات للموجة المستعرضة، عطاك تمام. الزنبرك نفسه، ملف الزنبركي بدأ يعمل ايه؟ موجة مستعرضة. يعملها كيف موجة مستعرضة؟ ان بدأ انا نحرك الزنبرك لأعلى ولا أسفل، لا على ولا اسف. تمام. طب يا مستر وجي، السرعة بتساوي مين؟ مسافة على تايم، اكس على البي تي. بتساوي ممكن واحد يقول لي العدد ده لامتا على زمن دوري، صح ولا انا غلطان؟ يا مستر، هي مش تمام. يبقى الاكس هي مسافة، خلاص يا عم انا هشتغل بطول الموجة الواحدة، والزمن هشتغل بزمن الموجة الواحدة، هو عطيه زمن الدوري 1/10. طب واللامدا؟ عطالي 30 سنتي، خليها 30 سنتي مش هحولها. ببص الاختيارات لقيتها انا بالسنتي، فخليها بالسنتي. يلا 30 على 1/10 يا كيلو تطلع 300. طبعا دي السرعة. طب السرعة تحتوي بسنتيمتر لكل ثانية، انا ما حولتش، تمام؟ تمام. طب بعد كده هو طالب ايه المطلوب يا مستر وجيه؟ انا خدت كده اهو الكلام الأولاني، ثم في اللغة العربية توفيت التعقيب، ثم تحريكه ليصنع موجة طولية 2/10 ثانية ولها نفس السرعة المستعرضة، فإن طول الموجي للموجة الطولية. حضرتك هو قال لك السرعة نفس السرعة، تمام؟ ونفس القانون هي لامدا على زمن دوري، تمام؟ معايا كيلو؟ هنا هكتب ال 300 معك. هي واللامتا احنا عايزينها، وزمن الدوري عمله 0.2، مش هو غيره؟ ده كان 1/10 بقى 2/10، تمام. يبقى انا عندي دلوقتي هضرب طرفين في وسطين، يبقى عندنا طرفين في وسطين، يلا يبقى 2/10 واضرب في 300 تطلع بكام يا كيرو؟ يلا بسرعة، تطلع 60 سنتي، يبقى صح؟ الإجابة ده دال، فهمت الفكرة؟
تمام، نشوف سؤال بعد كده. فاضل أقل من دقيقة. عشان أوكي ألحق. نشوف السؤال ده على المشي. سقط شعاع ضوئي على سطح فاصل بين وسطين شفافين، فإذا كانت النسبة بين سرعة الموجة في الوسطين 2 إلى 3، فإن النسبة بين التردد. بص يا كيرو، طالما هو شعاع واحد هينتقل بين وسطين يبقى تردد ثابت، يبقى تردد إيه؟ ثابت، يبقى النسبة ثابت. 1:1. ونشوفكم بعد الفاصل، تابعونا. ثانك يو فور واتشينج سيس، كنت مع مستر وجيه المصري والطالب الجميل كارلوس عصا. باي باي، سلام.